استنكرت عائله وابناء عيسى محمد عبد الرحيم بشده اتهامات وفبركات قناه الجزيره القطريه، والتي دأبت منذ ظهورها على بث على بث الفتنه والفرقه في جسم الامه العربيه والاسلاميه. واعربت عائله عيسى عبد الرحيم وقوفها خلف قياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.